في إطار العمل الحكومي المكثف لتنشيط الحياة الثقافية وترميم وإصلاح الصروح الفنية والثقافية والحضارية والمحافظة على التراث السوري الحضاري، جاءت زيارة وزير الثقافة محمد الأحمد لمحافظة السويداء التي تضم عددا كبيرا من المواقع التاريخية والصروح الثقافية. الزيارة التي شارك فيها محافظ السويداء عامر العشي وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي شملت صرح المجاهد سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى في بلدة القرية ومتحف السويداء الذي يحتوي على آثار وشواهد تعود إلى الآلاف من السنين. كما زار الأحمد المركز الثقافي ومديرية الثقافة في المدينة والتقى بالوجوه الثقافية في المحافظة. محافظة السويداء هذه المحافظة العريقة المتجذرة في التاريخ التي قدمت للثقافة وللتاريخ وللنضال دروسا نستفيد منها اليوم وسنستفيد في الأيام المقبلة وفي الأجيال التي ستأتي من بعدنا. واجب وزارة الثقافة كبير وهو مطلوب من الثقافة لا يطلب من عليه. الثقافة كما أشير في أكثر من مناسبة فعل مستمر له بداية وليست له نهاية. محافظ السويداء أكد أهمية الزيارة من خلال الدعم الكبير الذي وعد به الوزير لدعم هذا القطاع الهام وخصوصا في هذه المرحلة الراهنة. تم الالتقاء مع المشرفين على الصرح والأخوة المواطنين بمضافة المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش، واستمع إلى المشرفين وبعض ملاحظاتهم حول الصرح وحاجته إلى الترميم وبعض الاستكمالات، ووعد السيد الوزير بنقل هذه المطالب والعمل على حلها وتنفيذ ترميم كامل للصرح. كما تم زيارة المتحف في مدينة السويداء وتجول في أقسام المتحف وطلع على التراث الكبير لهذه المحافظة وتاريخها الذي يمتد عبر آلاف السنين من خلال المنحوتات والآثار الموجودة في هذا المتحف. في ظل الأزمة السورية، أن المسرح هو أعلى مؤشر ديمقراطي في العالم، ونحن في محافظة السويداء لدينا سنويا من 40 إلى 50 عرض مسرحي تقدم على مسارح السويداء. كان المطلب لماذا لا يكون هنا يوميا للأعمال المسرحية على مدار العام. في مواجهة الإرهاب يبرز البعد الثقافي والفكري والحضاري كعامل حاسم وأساسي في هذه المواجهة، ولا شك أن الاهتمام الحكومي بالثقافة يأتي في إطار المواجهة الشاملة مع الإرهاب الذي حاربه أبناء السويداء بالكلمة والثقافة قبل السلاح.